من مدينة الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا، حنا كنتواجدوا حاليا بمنطقة سباشة، منطقة شعبية، حي شعبي بامتياز. كنعرفوا الأجواء الاستثنائية اللي كتكون بمنطقة سباشة، كنعرفوا الأجواء الاستثنائية اللي كتكون في كل حي شعبي. قبل موعد عاشوراء الله يدخلنا بالعيد هاد إن شاء الله، هاد النهار بصحة وسلامة وطول العمر وسنة هجرية سعيدة للجميع يا ربي. يعني مشاهدينا الكرام أجواء خاصة من تقريبا هذه أسبوع، صوت القنبول، صوت الألعاب النارية، كنعرفوا يا لاش تبارك الله مولداتهم كيلعبوا بالتعارج، فهي أجواء خاصة، أجواء استثنائية. ولكن نكونوا صادقين مشاهدينا الكرام وما نتركوش في الغرباء، نكونوا سوفوا معنا، سمعوا معنا اللي كنتو كتسمعوا الألعاب النارية في سماء منطقة سباشة مشاهدينا. الالعاب الناريه من منطقه سباشة بسماء منطقه سباشة. كيف ما ذكرت لكم مشاهدينا الكرام باش ما نرقوش الشمس بالغربال، فعاشورة كاين واحد الجانب مظلم، كاين واحد النقطه سوداء اللي خاصنا نطرقوا لها من خلال هذا المباشر ونكونوا صادقين مع نفوسنا، اللي هي القنبول. عارفوا شحال هادي كانوا وليدات كيلعبوا بواحد القنبول اللي كانوا غير كيضحكوا مع بعضياتهم به، ولكن دخلوا واحد النوع اللي خطير وخطير 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 جدا مشاهدينا الكرام. كنشوفوا ان فلام فيزي اللي مشاو بسببه بزاف الارواح، بزاف الضحايا مشاو بسبب هذا النوع الخطير من المفرقعات، كذلك القنبول اللي دخل واحد النوع خطير. فهذه رساله اولا غنوجهها قبل الشباب وقبل الوليدات. يعني احنا دابا حاليا كنديروا هذا المباشر وكتسمع معنا صوت العاب الناريه بسماء منطقه سباشة. في كل قنت في سباشة فكاينين العيالات خارجين مع وليداتهم كيلعبوا بالطهرج وكيدوزوا واحد الوقيته زوينه، فالساكنه كيحتفلوا كيدوزوا واحد الاجواء رائعه. ولكن بغيت ان القنبول اللي كيلعب بالقنبول يلعب به او احسن يبعد منه. القنبول كنعرفوا يقدر الله يستر مرحام، لا راجل كبير، شمس سمعتوا معنا مشاهدينا الكرام قوة ديال القنبول الثانية كتسمع، قوة ديال القنبول حتى الثانية كتسمع. هي أجواء صعيب أن الواحد يتخلى عليها، ولكن خاصة التوعية. رسالة للأسرة أنهم عرفوا وليداتهم ملي كيعطيهم فلوس وكيشريو بهم، ما تشريش القنبول الخطير، ما تشريش القنبول نهائيا، راه كاين مرحام، لكن وليد صغير يقدر يشفرك عليك في يدك، راه بزاف الأمور كتوقع في عاشورة. احتفل، لعب، ضحك، بعد عن القنبول، أحسن بعد عن القنبول. والناس اللي كيفرقعوه متقاوش عافاكم، ولا كتفرقعوا بالليل والناس ناعسين، وكتفرقعوا واحد النوع اللي خطير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن على العموم فهي كتبقى أجواء استثنائية، أجواء صراحة عاشوراء، أجواء خاصة. تعارج أخويا عزيز، إيه واخا تعارج، إيه وحنا كنتمناو خير. شوف كنتمناو خير، يعني حنا على المباشر المشاهدين الكرام كتسمعوا معنا صوت ألعاب نارية بسماء سباشة. ساكنين شحال ثبات الشعبي كيحتفلوا بعاشوراء، البنات كيلعبوا بالتعارج، الدراري القنبول. هي اجواء استثنائيه، اجواء خاصه مشاهدينا الكرام بالضبط هنا من منطقه سباشة، منطقه الشعبيه كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام. نتمنوا خير، نتمنوا خير اخويا عزيز والناس كاع اللي كيشاهدوا هذا المباشر.